ينضم الينا هاتفيا الاستاذ عدلي صادق، عضو المجلس الثوري لحركه فتح. ارحب بك استاذ عدلي. اهلا بك بقناه تيلي. اهلا بك. بدايه، كيف قرات تصريحات النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان؟ هي جاءت في سياق التركيز على ضروره انهاء الانقسام الفلسطيني الذي يعد يعني الثغره الكبرى في المشهد الفلسطيني الذي ينبغي عليه ان يواجه مشروع ترامب نتنياهو لتخريج التسويه الاسرائيليه التي لا علاقه لها بالسلام المستقر والدائم والعادل. نعم. اذا ابرز الرسائل برايك في هذه التصريحات؟ هي رسائل اولا موجهه للداخل الفلسطيني ومتكررة من النائب وعضو اللجنة المركزية محمد دحلان للداخل الفلسطيني أنه قد استنفدنا كل المحاولات لإنهاء هذا الانقسام. الإخوة في جمهورية مصر العربية يعني سخروا وقتا طويلا وسنوات طويلة لإنهاء هذا الملف وتحقيق وحدة الفلسطينيين، خاصة أمام الأحقار التي يعني تتنامى وتكبر يوما بعد يوم. لكن للأسف الشديد هناك أطراف إقليمية تحرص على عدم وجود أي وحدة وطنية فلسطينية وتوظف هذا الانقسام الفلسطيني في سياق خلافات المحاور والصراع المحاور في الإقليم. يعني لكي أكون واضح أكثر، نعم، القطريون مثلا والأتراك يتمتعون بعلاقات ممتازة مع طرفي الخصومة الفلسطينية ويستطيعون حل الخلافات بدون ما أي تعقيدات قد تواجههم مثل التعقيدات التي تواجه الجادين في محاولة إنهاء الانقسام وهم الإخوة المصريين. برأيك لماذا لا يحدث ذلك أستاذ عدلي؟ يحدث ذلك لأن يراد للانقسام الفلسطيني أن يعني يصبح أحد عوامل السجال في المنطقة، ويراد له أن يخدم أجندات أخرى غير الأجندة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. يعني يريدون أولا الاحتفاظ بغزة باعتبارها جغرافيا سياسية، يريدون توظيفها لصالح الجماعة جماعة الإخوان، ويريدون لغزة أن تبقى يعني عقدة المنشار، عقدة أمام المنشار لكي يتم توظيفها في واستخدامها في الموضوع الإقليمي كله، ولكي لا تنجح جمهورية مصر العربية في إنجاز عملية المصالحة الفلسطينية. هم حريصون على إفشال المساعي المصرية للأسف الشديد، يعني ولا يراعون ان الفلسطينيين والقضيه الفلسطينيه بحاجه الى الوحده في هذه الظروف الصعبه والعصيره والخطيره. الجانب القطري والجانب التركي هم الذين يحرضون على استمرار الانقسام، وبالتالي احنا يعني تفعل مصر ما عليه ما يعني ما يتوجب عليها ان تفعله. نعم. وتفعل ما كل ما تستطيع للوصول الى حال يعني يمكن ان تكون اقل ضررا على القضيه الفلسطينيه، لكن الضرر الكبير ياتينا من التركي الذي يفتح الجبهات كلها على مصراعيها ويبتعد عن الموضوع الفلسطيني ويسعى الى تحقيق احلامه في سوريا وفي ليبيا وفي البحر المتوسط وفي الغاز وفي البترول وفي غير ذلك، ولا يريد ان يركز على القضيه الفلسطينيه ولا يريد الفلسطينيين ان يتحدوا. هذه هي المشكله اليوم. اشكرك شكرا جزيلا. لذلك نربط موضوع الانقسام بموضوع الخلاف في الاقليم. نعم. ومشكله انه ان طرفا للاسف اقليمي دوله كبيره مثل تركيا تريد ان تتبنى احلام جماعه. اشكرك.
اتضحت وجهة نظرك واعتذر منك لضيق الوقت. الأستاذ عدلي صادق عضو المجلس الثوري لحركة فتح تحدثت إلينا هاتفيا.